الطريقة الوحيدة لتجنب التعاسة أن تكون مشغولاً جداً بفعل ما تحبه طوال الوقت، حتى لا يكون لديك وقت فراغ تسأل فيه نفسك فيما إذا كنت سعيداً أم لا. كانت هذه إحدى الخواطر التي تدور في بال الأديب والكاتب المسرحي الكبير جورج برنارد شو. كلمات كان لها صدم في ذلك العصر الذي عاش فيه، وحتى اللحظة تظل هذه الكلمات مؤثرة لأجيال لاحقة، ولا زالت مواقع التواصل تتداول مقولاته وتلهم الكتاب في شتى المجالات. لكن من هو هذا الأديب والمفكر والإنسان الذي اتفق العالم أنه مميز وجدير بالاحترام؟ في بداية حياته الأدبية طلب منه صحفي أن يعرف عن نفسه فقال: برنارد شو رجل أعزب إيرلندي، نباتي كذاب دجال، وهو اشتراكي ومحاضر مولع بالموسيقى. ينكر إنكارا شديدا المركز الذي تحتله المرأة في حضارتنا، ويؤمن بالفن إيمانا جادا. عبرت هذه الكلمات الساخرة عن رؤية برنارد شو للحياة في مجملها، وبنفس الرؤية الساخرة ظهرت أعماله الأدبية التي اتسمت بالكلمات اللاذعة والحقائق الصادمة. ولد في دبلن في إيرلندا في 26 يوليو 1856. اضطر أن يترك المدرسة وهو في 15 من عمره ويعمل. كان والده مدمناً على الكحول، مما شكل لديه ردة فعل بعدم قرب الخمر طوال حياته. أما والدته فكانت تحترف الموسيقى ولها الفضل في توجيه فطرته الفنية. قررت الأم الذهاب والعيش في بريطانيا فلحق بها، وبالرغم من تركه للدراسة مبكراً إلا أنه استمر بالقراءة وعلم نفسه اللاتينية والإغريقية والفرنسية. بدأ نشاطه الأدبي وكتب 5 روايات لم تلقى أي نجاح يذكر. اشتهر كناقد موسيقي في إحدى الصحف، وزاول العمل السياسي كعضو في الجمعية الفابية الساعية لنشر المبادئ الاشتراكية بالطرق السلمية، وكان من اللادينيين والمتسامحين مع الأديان. قبل الحديث عن أعماله المسرحية وعلى مسرح حياة برنارد شو، حدثت تقلبات درامية حقيقية. فقد عاش حياة حملت في كواليسها حرماناً وبؤساً وفقراً، جعلت منه بطلاً استعان بالسخرية قدراً، وبالنضال ضد الشر عملاً، وبالمزاح حلاً لكل معاناة. تلك المعاناة هي التي هيئت له طريق الإبداع الأدبي ليكتب أكثر من 60 عملاً مسرحياً، ويصبح أول من يحصل على جائزتي نوبل وأوسكار معاً. أشهر أعماله مسرحيته الشهيرة بيغماليون، التي سجل برنارد شو خلالها موقفاً اجتماعياً حاسماً من التقسيم الطبقي في المجتمع الإنجليزي. تحولت هذه المسرحية إلى فيلم سينمائي 2، وجلبت له جائزة الأوسكار كأفضل سيناريو. ولعل برنارد شو لم يكن مولعاً بالجوائز، فهو الذي اتخذ موقفاً من جائزة نوبل عندما منحت له عام 1925، فقد قبل التكريم لكنه رفض الجائزة ساخراً من ألفريد نوبل بقوله: إنني أغفر لنوبل اختراعه الديناميت، ولكنني لا أغفر له إنشاءه الجائزة. وقال: إن جائزة نوبل تشبه طوق النجاة الذي يتم إلقاؤه لأحد الأشخاص بعد أن يكون هذا الشخص قد وصل إلى بر الأمان. عاش قصة حب مع الناشطة الإيرلندية الثرية شارلوت باين تاونسند، وعرضت عليه الزواج فرفض خوفاً من اتهام الناس له بسعيه خلف أموالها. مع ذلك تزوجا بعدها بعام واحد، وكان برنارد شو بعمر 42، والارتباط ظل قائماً حتى وفاة شارلوت. توفي برنارد شو في 2 نوفمبر 1950 عن عمر ناهز 94 عاماً. تنفيذاً لوصيته أحرق جثمانه وجمع رماده مع رماد جثمان زوجته الراحلة. أما منزله فقد تم تحويله إلى متحف يزوره السياح للتعرف على آثار ومتعلقات الكاتب العظيم.
تأثيره كبير ليس فقط على صناعة المسرح الإنجليزي، بل على اللغة الإنجليزية بشكل عام، فقد دخلت كلمة الشفيانية على القاموس باعتبارها تلخص أفكار برنارد شو ووسائله في التعبير عنها. من يراجع سيرة حياته وأدبه يجد أن التمرد على التقاليد وصنع التغيير كان هدفه، فلم يكتب للمال أو الشهرة، بل كان يريد أن يؤثر في جمهوره ليعيد النظر في أخلاقه ويصلح شؤونه. بين السعادة والتعاسة فراغ ملأه برنارد شو فناً وأدباً وسياسة، فهل ذاق بذلك طعم الهناء؟ سؤال ستبقى الإجابة عليه رهن التاريخ. لقد تحدثت كثيراً، يجب أن أتوقف. إنه لمن الرائع جداً رؤيتكم هنا وأن أراكم كجمهوري، فشأني شأن طفل، أحب أن يكون لدي جمهور. حسناً، مع السلامة. مع السلامة جميعاً. Goodbye all of you.